مشيت في حالي. اهلا احسن استاذ. اهلا وسهلا. هلا بنغني له نطلعوا حبابنا. مين تحت اجي؟ مالك؟ انا بالاكثر. انت اكثر واحد شوية هلا ظهرت. مين بعد منه؟ يعني سكينة نايمين ان شاء الله. سكينة يلا نشاط لازم هلا ولا هي اي رقم بالاكاديمية. سهلة كيف صرتي؟ الحمد لله على السلامة. ليه متعصبة؟ ميرسي كثير سكينة وميرسي حبيبي. ميرسي كثير ميرسي. كيف كان برا الأكاديمية؟ واو كيف لقيته؟ حلو. شفتوا قد في ناس تحبكم؟ دينا سهيلة في كثير عندك فانز وسكينة وما بال ودينا كلكم. يوسف كيف؟ لحقت انت تعمل يعني. فانز لا اكيد واحد دغري فانز بيحبوه بالمغرب بزاف. كل وين ما كان بحبوه بالجزائر كثير. لا عم اقول لانه هو قعد اقل فترة يعني فيكم بس انه قد ما يكون بعد في اللي ما ظهروا بدنا نشوفوا شو في برا. شو خبرتوهم؟ يبقى انت اكيد المصري المصري. ترارارارام تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي نورك للعالم يسري. يبقى انت اكيد المصري المصري. يبقى انت اكيد المصري. وبتتقلو وبتتماسك بنات العالم. ليش ما بيحب قياسك؟ ليش ما بتوفر احساسك؟ وبتتقلو وبتتماسك بنات العالم. ليش ما بيحب قياسك؟ وريح راسك صاروا بطار. يمكن صاروا اكتر من البومية. Yeah.
حبك هلا بعد حبك في ساك شوفك بكل الاماكن والشوق بيندهن لك الشوق بيندهن لك الشوق بيندهن لك عزت نفسي ما فيك اسمح لي بس فيك تغني احسن كثير يعني طبعا زياد برزير طبعا تعمر بس انا خليني يعني عم جرو كانوا منيح دتايات وتظبيطات بالضبط ليش ما بتوفر احساسك وبتتقلب تتماسك بنات العالم مش لعبي حلو عليك ليش ما بتوفر احساسك وبتتقلب تتماسك بنات العالم مش لعبي حلو عليك وراي احراز اوكي ثانك يو ان شاء الله تكونوا هيك وان شاء الله تعملوا خطوه صغيره بالموسيقى العربيه بشكل عام وتضيفوا شيء حلو لان احنا مشتاقين نسمع اشياء حلوه انتم بتخيل مروركم هون اعطاكم هيدي الفرصه انكم تكونوا موجودين برا بشكل كبير وانتم اكتشفتوا هيدا الشيء عليكم بعد تعرفوا تختاروا بحياتكم وتعرفوا تبنوا مشواركم خطوة خطوة تتقدروا تضلكم محافظين كل حياتكم على هيد المحبة اللي بتحبكم إياها الناس لأنه إذا ما عملتوا شيء ما عرفتوا تصرفتوا صاروا منفيين هيد الشغلة اللي هلأ الناس بتحبكم وعندكم فانز ومعجبين فيكم بحبوكم بس بكرة بيجي ناس تانيين بيصيروا يحبون أكثر فأنتوا لازم تحافظوا على هيد محبة الناس هلأ صار دوركم الأكاديمية عطيتكم هيدا المحبة أنتوا عليكم تحافظوا على اللي عملتوه بشغلكم بصوتكم وبأعمالكم وأنا بوثق فيكم لأنكم أنتوا ناس طيبين جايين من 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 عيال طيبة ومرتبة وحابين تعملوا فن حلو فكل التوفيق لكم أكيد نحن حطكم دايما شو ما بتعوزوا نحن مستعدين لكل شغلة ممكن تساعدكم لنصيحة لأنكم تسمعونا أشياء أكيد منكون حطكم لأنه منشوف حالنا فيكم مرة تانية بقلكم هلأ عم نحضر البرايم بلشنا عم نحضر برايم حلو بدنا يكون كلكم تكونوا فعلا حلوين لأنه هيدا طلة حلوة للكل وآخر طلة لقلكم بهالموسم فمثل ما شفتوا انتوا كلكم ظهرتوا حضرتوا شو غنيتوا بالبرايمات وشفتوا حالكم يمكن حضرتوا حالكم شي 100 مره ويمكن قلتوا هون يا ريت عملت هيك ويا ريت زبطت هيك اكيد بتخيل اللي ظهروا هيك عملوا شفتوا هودا بيبقوا لكم مدى العمر يعني هول رح يبقوا لكم على اسمكم مدى العمر وشفتوا قد ناس بتفوت بتحضرهم قد صار في عليهم فيورز سو كمان هيدي المره خليها تكون كتير حلوه تختموا فيها توجوا فيها هلا عملتوه وغنوا كتير حلو
يمكن مثل العادة مثل كل البرايمات في ناس رح تحب أغنية أكتر من ناس، ناس رح تكون مبسوطة بأغنية أكتر، بس عليكم أنتوا تعملوا كتير حلو ونحن شو بنقدر نعمل، بس أنتوا بتعرفوا بس يكون العدد كتير كبير والشباب عرفوا، يعني كل ما صار عنا العدد أقل منصير نكزة مرتاحين بالوقت أكتر، في وقت معين للبرايم بده يمرق كل شيء فيه، صرح أنتوا تكونوا عم تشتغلوا تيكون هالبرايم حلو، هيدا الهدف الأساسي، وتكونوا عم تطلوا على جمهوركم اللي بحبكم للمرة الأخيرة من خلال الأكاديمية من خلال هيدا البرايم. سو بتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى تكونوا كتير شاطرين وتدرسوا منيح تنحضر البرايم كتير حلو وتنشتغل أغانينا بالتفاصيل مثل العادة مع الأساتذة، معي ومع الأساتذة، وأي شيء بتحبوا نظبطه طبقة كل هودي التفاصيل أكيد نحنا رح نشتغلون وبهمنا تطلعوا بأحسن صورة. بدي أتمنى التوفيق للفيناليست الأربعة. تعرفوا نحنا بس نكون هون قلتا وبرجع بقول ببطل عنا كل حدا مين لبناني ومين مصري ومين تونسي، نحنا كأساتذة بالعكس نحنا أنتوا كلكم عن جد أنا بعتبركم ما رح أقول مثل أولادي طبعا كتير كبر حالي بس مثل إخواتي يلي فعلا من كل قلبي بحبكم كلكم تعملوا أشياء حلوة وتغنوا منيح. فللأربعة كل التوفيق ومين ما ربح رح يكون خير صورة للأكاديمي هيك أنا بقول، والمهم بعدين مش هلأ، وكلكم نجوم بنظرنا. حافظين يوسف حافظ أكثر واحد بالذي أسكر من عذب اللبن كل كأس تحت زير حلب والذي كحل جفنيك بما سجد السحر لدي واقترب والذي أجرى دموعي عندما I'm